تعيش في حالة يرثى لها من الفقر والتخلف، حيث كانت ترزح تحت حكم نظام الأئمة من بيت آل حميد الدين. لكن الشعب اليمني عرف كيف ينتزع حريته من مخالب الأئمة، وقام الثوار اليمنيون بإشعال شرارة الثورات المرة تلو المرة. ومع فجر 26 من سبتمبر عام 1962 فجر الشهيد علي عبد المغني الثورة، معلنا بذلك ميلادا جديدا لليمن. لكن ومع قيام الثورة التي كانت لمصر عبد الناصر دورا كبيرا في دعمها، إلا أنها لم تخلع عهدتها من المؤامرات التي حيكت ضد مبادئها من قبل القوى التي ناصرت الملكيين وكانت مدعومة من القوى الرجعية. وفي الخامس من نوفمبر عام 1967 اكتملت حلقة المؤامرات تلك بالانقلاب الذي أوصل القاضي عبد الرحمن الإرياني إلى سدة الحكم. لكن فجر الثورة لم ينطفئ، فقد جاء من أعاد للثورة معانيها العظيمة وألقها في عيون اليمنيين في الشمال والجنوب على حد سواء. إنه إبراهيم محمد صالح الحمدي، قائد حركة 13 من يونيو التصحيحية، والذي غرس فسائل حب في قلوب اليمنيين كافة. حين قام الحمدي بحركته التصحيحية لم يكن عمره آنذاك قد تجاوز 31 عاما، حيث ولد في يوم الأربعاء الموافق 18 من يوليو عام 1943 للميلاد في مديرية قعطبة، حيث كان يعمل والده في القضاء. ولقد كانت نشأته في أحد بيوت العلم والتصوف سببا في تأثره بالعديد من شخصيات التاريخ الإسلامي، وفي مقدمتها الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز. وقد تأثر الحمدي أيضا بأنوار الإشعاع القادمة من مصر عبد الناصر وقيادتها لحركات التحرر في الوطن العربي من الجزائر وليبيا والسودان حتى اليمن. وفي هذه الأجواء شب الإحساس الثوري لدى هذا الشاب، وهو التأثر الذي كان امتدادا للأحرار اليمنيين الذين دعمهم عبد الناصر شمالا وجنوبا. لابد أن تحمل عصاها وتخرج من الجنوب، فإنها عربية والجنوب عربية. وكان نداء الواقع المأساوي لليمن هو ما فعل روح الإخلاص لدى الرئيس الحمدي، والذي بنى عليه جوهر نظريته السياسية، فانخرط في قائمة الملبين لنداءات التحديث وبناء الدولة اليمنية الحديثة على حساب الإرث التقليدي الذي كان مسيطرا آنذاك. وفي الأيام الأولى لتوليه الحكم وتوديعه لسلفه القاضي الإرياني في مطار تعز، بدأت تظهر ملامح الدولة الجديدة، حيث أنزل جميع الرتب العسكرية بما فيها رتبته، ومنع استخدام السيارات الحكومية للأغراض الشخصية، وعمل على زيادة المرتبات. ولأن جهود الرئيس الحمدي في خدمة شعبه خالصة وصادقة، فقد ظهر أثرها، حيث حقق للخزينة العامة فائضا، وبلغت الأرصدة الاحتياطية للريال اليمني بالعملة الصعبة 825 مليون دولار، بينما كان احتياطي مصر آنذاك ما يقارب 240 مليون دولار. وإلى اليوم ما زالت معظم المنشآت في البلاد مرتبطة بتلك الفترة التي خلقها الحمدي، متكئا على فكر نقي الرؤية ونبيل الهدف. فكانت هذه هي أزهى فترة عاشها اليمنيون، حيث وصلت المشاريع التنموية إلى طول البلاد وعرضها. طريق تعز الراهدة والذي ستوصل والذي ستوصل إلى كرش
لكي تربط شطري وطننا اليمني الواحد. فإنني أريد أن أقول إن هذا إن مشروع كهذا له أهميته الحيوية، وإذا كنا غدا سنفتح طريق تعز التربة فإن هذا منجزا آخر، وإذا قلت اليوم بأن العمل يمشي على قدم وساس في بناء طريق دمار رداع البيضاء وسيكون أيضا موصلا إلى مكيرس لنربط شطر وطننا الجنوبي الشقيق بطريق آخر مع الشطر الشمالي. وإذا قلت شيئا ثالثا وهو أن طريق صنعاء مارب يجري العمل على قدم وساك في إنجازه، وسيتم ربط حريف بيحان لنربط شطري وطننا بطريق ثالث. أما قوميا فقد ظهر دوره جليا في عدد من المناسبات العربية والعالمية التي شارك فيها، وكان له حضوره المميز حيث أنه دعا إلى عقد قمة عربية طارئة في فبراير من العام 1975 للميلاد، وذلك حين اندلعت الحرب الأهلية في لبنان، واقترح آنذاك تشكيل قوة ردع عربية، كما دعا إلى مؤتمر للدول المطلة على البحر الأحمر للمحافظة على أمن مياهه. وقد خرجت هذه القمة التي عقدت في تعز بنتائج مطبوعة بالمسؤولية. أما في الجانب الوطني فكانت الوحدة في ضمير الرئيس الحمدي حاضرة دوما، فقد أصدر أمرا عاجلا بوقف الحملات الإعلامية ضد الجنوب وقياداته، وأسس بذلك لعلاقات قوية نتج عنها لقاء قعطبة الشهير، وذلك في فبراير عام 1977. وبعد هذا اللقاء بدأت الخطوة الأولى للوحدة عن طريق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي وتوحيد المناهج الدراسية وغيرها من الخطوات التي مهدت للوحدة. وفي العاشر من أكتوبر عام 1977 أعلن الحمدي أنه سيقوم بزيارة إلى عدن هي الأولى لرئيس شمالي، وذلك للمشاركة في احتفالات الذكرى 24 لأعياد 14 من أكتوبر وإعلان بعض الخطوات الوحدوية. وفي 11 من أكتوبر عام 1977 وعشية سفره إلى الجنوب تم اغتياله مع أخيه عبد الله الحمدي الذي كان قائدا للمظلات آنذاك في أشنع جريمة سياسية شهدتها اليمن، حيث تآمرت قوى التخلف والقوى العميلة لقوى الخنوع العربي على تنفيذ الجريمة بأياد يمنية لن يغفر لها التاريخ.